ايه موهبة احمد اللي محدش يعرفها؟ انه بيحب العربيات القديمة. ما اعرفش، بتهيالي انه هو بيحب ابو علي. الخوف الغير منطقي اللي عند احمد، يتخن كتير. الحاجات اللي احمد بيعملها في البيت بتعصبني كتير. فكرة ان احنا نطفي النور ورانا، نقفل الباب ورانا، ما نرميش حاجتنا. اول كلمة احمد بيقولها هاي تعبان جدا. بستلف من دولاب حلمي حاجات كتير قوي، بيجامات دي اساسي، نظاراته عشان احنا عندنا متحف نظارات. لا مش تعبان كده فيا. احمد كان لابس ايه النهارده؟ كلاس جينز وعليه ايه؟ سويت شيرت؟ لا مفيش سويت شيرت، انا مش فاكره. انا بتعصب اسرع بكتير. ايه احسن هديه جبتها لاحمد؟ بتالي كلب اول ما ابتدينا نحب بعض، وكان اسمه مستيكا. انا مزاجي بيبقى اروق واحده في البيت عشان اقدر اتحمل اللي هيطلع عليا بقى بقيت اليوم. احمد بيكلم منى كم مره في اليوم؟ يعني ممكن مره الصبح ومره بالليل. الاطفال اكتر حاجه بتهيألي بتضحكها.